سادوا له حد دائما عادي حرام حال كل رمضان لك اي رمضان لك يدوس في 20 سنه قاعد صعب ايام الاولى والسلام كتبقى الايام مشى مورا كتبقى تنقى شويه بشويه. دابا في رمضان كنعملوا بحال هذيك الفيتة هذيك كنعملوا هذه كتكون ما كنعملوها شي في خط هذوم كنعملوها بلا لقامه وهذه كنعملوها الدجاج بلقامه وكاينه كفته اخرى بالدجاج بلا لقامه وكنعملوا كفته هايدا بالعطريه وعاود كنزيدوا كنضيفوا كنضيفوا هاد البروشيطه هذوم الدجاج هما بلقامه الكبده. في رمضان كتكون امور في مستوى كتكون امور خدمه مزيانه والحركه والناس موجودين وكيكون السوق عامر كنعمروا كميه كبيره اكثر من هادشي هذا كتكون امور دابا دابا امور خاويه من بعد هذه تكون امور ان شاء الله عامره كتكون امور بخير امور مزيانه والحمد لله الله يدخل علينا رمضان بالخير. خلال دخول الشهر المبارك سيكون هناك اقبال على اللحوم الحمراء بصفة الأيام العادية يكون هناك تراجع والحمد لله كاين إقبال الحمد لله. وبعد مناسبة ديال شهر رمضان مبارك كنتمنى رمضان كريم للشعب المغربي بصفة عام. السيدات كما العاده في الاجواء كاين ما كنوجدوا من الكار الغايه بخصوص المقله الحارشه رزيزه الخبز ديال الدار الخبز ديال هذه المقله صغيره والبريواز ويعني جميع الشهيوات ديال رمضان المبارك. وشهر رمضان المبارك يعني الخير واخا ما كيكون كما كان كتكون فيها الخير موجود الحمد لله. كنقول رمضان شهر مبارك سعيد ورمضان مبارك سعيد داخل الصحة والعافية وباش ما تمنيسوا العمر طويل ورمضان مبارك سعيد ومرحبا بكم لعندنا في مدينة طنجة. رمضان كيجيب الرزيق ديالو كاين باغار كاين الحراج كاين الموبار كاين انتينا بارجو كبير كاين التوربو والحوت هو طالع هو الانواع ديال الحوت اللي بغيتي في رمضان. ورمضان كيجيب الرزق ديالو بغيتي الشطون بغيتي السردين بغيتي انواع ديال الحوت وراسي ها هو لوما لانغوستا وكافانتي سيكالا سان بير هذا مره كيعمل 120 درهم مره 100 درهم مره 80 درهم مره 70 درهم على حسب يكون موجود ملي كيكون موجود رخيص ملي كيكون غالي كيكون قليل عاود صافي هذا هو الغلا اللي كي. مناسبة رمضان كل شيء موجود إن شاء الله، الله يدخلوا علينا في الصحة والمغفرة الذنوب وتسع الخطر والصبر، وهذا التونة هو ضرب طواجن التون مع رفيق.